السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي، نلقاكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نلعب ريس ماستر، راح نكمل الشابتر 9 كله. نبدأ على بركة الله. أول شي السباقات العادية 3 قبل بلاي. نكمل المركز الأول، ولكن ناخذ الجواز، تاخذ الديك، يمكن عندنا مديك خمسة ساعة، إيه، سوي أبطال ساعة، إيه. نرجع إلى السباق الثاني، ناخذ الجواز وكذا كريم، نروح للسباق الثالث. الآن نروح لدور الرئيس سباق الازدواج. نبدأ السباق المزدوج الثاني.
الخبز مرة ثانية. نبدأ عندي مكافآت خلاص عندهم شايفين. نبدأ طبعا عندي أبديت لا نرجع الاخبار حتى خلصنا الدوام خلصنا الاخبارات خلال الدرسوت المطالبة مع الشرطة Nobody bonded. Let's again back to the gun. لكن خلص خمس نجوم روح السباق الثاني ها خلص البرنامج راح اطالع فيديو بين لعبة المطاردة جزء الثاني طبعا خلص خمس نجوم Thank you.
Granted, and it's unagent for design. بس البولز نحب البولز ايضا البنزين خلاص طلع طالع فيديو ايضا حبايبي ما بقى عندنا مرحلة البولز تمام خلاص نتغلب عليه هذا البولز هذا نتغلب عليه حتى نكمل حتى الآن كله إذا خلصنا البوس الآن كملنا الشابتر 9 كله واخذ الصندوق وراح نفتحه شكرا لكم يا حبايبي اتمنى لكم في لقاء جديد هذا اخوكم ماجد في امان الله.